هذه جنين ومخيمها، معقل المقاومة الفلسطينية والشوكة الموجعة للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، والتي ما انفكت تربك مخططاته وتفشل محاولاته في الاستفراد بالضفة. في الساعات الأولى من فجر الأحد استفقت المدينة على اقتحامات واسعة وقصف عشوائي بطائرات صهيونية استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في المحافظة شمال جنوبي الضفة، مجزرة لم تختلف تفاصيلها عن مثيلاتها في قطاع غزة، والحصيلة 7 شهداء بينهم 4 أشقاء بمثلث الشهداء جنوب جنين، فيما استشهد آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني ببلدة عبوين في رام الله. شباب مرمية على الأرض، إشي مقطوع الرأس وإشي مفتفات وإشي، يعني منظر صحيح إنه بكش على البدن، يعني واحد ما عارف شو يسوي. اتصلنا على الإسعاف، شباب اتصلوا على الإسعاف وأجوا وأخذوا 6 شهداء وواحد منهم مفطر يعني السابع. تصعيد لافت في مدينة جنين واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ضد قوات الكيان في الضفة الغربية، فما إن اقتحمت جرافتها وآلياتها العسكرية المكان وطوقته بتعزيزات أمنية مشددة قبل تفجير عبوات ناسفة في مناطق متفرقة، حتى جاء الرد من المقاومة التي فجرت عددا من العبوات التي أعدتها ضمن كمين محكم لجنود الاحتلال وآلياته خلال اقتحامها حي الجبريات. بحرس هون معرض سيارات قريب يعني، بس بالبداية طلع عليهم شواع وطلاق نار، بعدها بشوية الطيارة ضربت، دشعت عاد على صوت الطيارة عبين ما راح الجيش، جينا هون طلعنا. وفيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشهداء، يمعن الاحتلال في تنفيذ جرائم الإبادة بحق الإنسان والأرض الفلسطينيين في صورة ما تشهد مدينة جنين ومخيمها ونابلس ورام الله وغيرها من عدوان صهيوني يضاف لسجل أسود للكيان مليء بالجرائم التي لن تسقط بالتقادم.